للمسلمين في شتى بقاع الأرض عادات وتقاليد وقيم بيحافظوا عليها وبيمارسوها، وهذه الطقوس دائما تبقى في المناسبات. بمناسبة شهر رمضان المبارك، زي ما يمكن اتعودتوا عندنا هنا في مصر جميلة، نحن كل يوم معانا بلد وكل يوم معانا طائفة. ازاي بتحتفل بهذا الشهر الطيب المبارك؟ ازاي عاداتهم وتقاليدهم؟ انواع الاكلات، انواع الحلويات، حاجة يعني جميلة جدا. النهاردة الحقيقة بنروح مع حضراتكم لأكبر تعداد دولة مسلمة على وجه الأرض، نحتفل النهاردة وبيشرفني من ضيوفي من دولة أندونيسيا. الحقيقة هنا في العديد من الثقافات المختلفة، في العديد من العادات والتقاليد اللي بيحتفلوا بيها في شهر رمضان الطيب المبارك، وبالتالي عايزين نتعرف أكتر على هذه العادات. وبعدين هم يعني أكرمونا النهاردة وجايبين لنا دفتر المفروض، مش كده؟ أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا عايز أتعرف عليكم، والأسماء لغة عربية بس يعني إيه، في شوية كده وشوية كده، صح؟ يلا نتعرف عليك. نور، مش كده؟ أهلا وسهلا، عرفيني عليك يا نور. أيوة، شكرا على هذه الفرصة المنافسة. يعني اسمي نور عزيزة، طالبة جامعة أزهر في كلية دراسة إنسانية. أهلا وسهلا بك. أنا اسمي تولوز إيكو برستيو، لو في العربية ممكن تدعوني مخلص. أنا في الكرابعة في كلية دراسات إسلامية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا، تفضل. وأنا اسمي أحمد نبيل ناشيري، طالب كلية التربية بجامعة الأزهر في الكرابعة. أهلا وسهلا يا أحمد. ومعانا طبعا فريق نور المصطفى، مش كده؟ ولا صح؟ أحباب المصطفى، أهلا وسهلا بكم للإنشاد. طبعا أنتم موجودين هنا للدراسة في الأزهر الشريف، ويعني تعاقب أجيال كتير. إحنا هنا بقالنا 10 سنين بنعمل هذا البرنامج، وقابلت الحقيقة من أصدقائكم كتير جدا. هتكلم على نور الزي اللي أنت لابساه، من فضلك قوليلي ده إيه بالظبط وعبارة عن إيه، وهل بتلبسوا الزي دوت في أيام معينة؟ يعني أندونيسيا يتكون فيه شعوب كثيرة، والآن أنا ألبس لباس من شعبي بابادون. يعني يتكون من تاج سيجر، وهذا أمة خاصة، والحزام وسنجان. يعني الزي ده بيلبسوه كل السيدات في هذه الطائفة؟ أيوة، لكن مختلفة لكل المحافظة. مختلف. يعني مختلفة الرسم والشكل وكل هذا لها معنى معين. التاج ده معناه ايه؟ التاج يعني في لامبون هناك كثير شعوب يأتون الى هذه دائرة، اذا يختلط كله، يعني كله ده رمز للطائفة دي. في طوائف تانية ليها نفس تاج بس بشكل تاني، صح؟ نعم صح. صح كده مخلص. الزي اللي انت لابسه ده بيمثل ايه؟ هذا الزي سواء من محافظة لامبونغ، احدى المحافظة في جزيرة سوماترا، وهذا يمثل عن سعادة والأخوة والدين ومجال الحياة الإسلامية هناك في محافظة لامبونغ. الطاقية او الكاب اللي انت لابسه. نحن عندنا ثقافة او العادات، نستخدم او نستعمل خلنسوة هكذا الصلاة، إذا هذا معنى رمز في الدين. الصلاة. نعم الصلاة. يعني أنت وأنت بتروح تصلي بتلبس ده؟ لا، في نوع تاني. نوع تاني. بس هذا رمز عن الدين. ده رمز عن الدين. نعم. بيوضح. بيوضح الدين بتاعك. جميل. أحمد تفضل، الزي بتاعك. أيوة، بالنسبة لباس الذي أنا ألبس الآن، هذا من عاصمة جاكرتا. يتكون عن هذا قلنسوة، يعني خاصة من بتاوي، يعني شعوب بتاوي. ثم بالنسبة اللباس، يعني لباس دمانغ. نحن نسميه لباس دمانغ. نحن نلبسه يعني لو في برنامج الرسمية مثل حفلة الزفاف ومناسبة الدولية. ده الزي الرسمي في جاكرتا. أيوة. مش كده العاصمة. نعم. وفي القماش يعني نلبسه للحزام وبعدين سروال أسود. وسروال أسود. أيوه. طيب عايزين نسمع حاجة من فريق أحباب المصطفى، منورينا كل سنة وانتم طيبين. يلا عايزين نسمع حاجة من الإنشاد، تفضل. نحن من فريق أحباب المصطفى،
كنا نحن الآن نلبس لباس الرسمي للمتخصص الإندونيسي نسميه باتيك. باتيك هذا خاص لدولتنا الإندونيسي، يكون مشهورا ليميز عن غير بلاد أخرى. القميص وأيضا قلنسوة، هذا قلنسوة خاصة من إندونيسيا لنميز عن غيرنا. جميل، يلا عايزين نسمع حاجة، اتفضل. اغفر لنا يا غفار يا غفار. اللهم افتح لنا ابواب الرحمة. اللهم افتح لنا ابواب البركة، ابواب النعمة، أبواب القوة، أبواب النافية، أبواب الخيرات، أبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا Yeah.
sototira kandong ba sototira tototira tototira tumitir pada ing pinggir tunggomono cumatono kanggo sepo mengko sore kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulani mumpung jember kalangan iyo sura oh sura iyo صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم مرة تانية. أنا حسيب يعني أصدقائنا في الكنترول إن شاء الله يختموا الحلقة بس وإحنا بندردش كده مع بعض. يعني بشكر السادة المشاهدين على هذا اللقاء إن شاء الله وبإذن الله بكرة فريق عمل جديد. يعني بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. عايز أرجع للأكل، يعني تكلموني شوية عن الأكلات المميزة لأندونيسيا اللي بتاكلوها في رمضان داي. نور تفضل. يعني في رمضان عادة عندنا عادة قبيلة نأكل الوجبة الروس، يعني نأكل حاجات حلويات. يعني واحد منهم يعني اسمه بوتو أيو. بوتو أيو هذا يتكون من دقيق ومخلوط مع جوز الهين وسكر. ونأكل يعني دقيق وسكر. دقيق وسكر وجوز الهين. والنوع الثاني ده ايه؟ قطايف، احنا بنسميها القطايف، شبه القطايف. اولى مخلص في حاجة يشبه قطايف في مصر واسمه مرتبك هناك. حضرتك هذا مرتبك ده. ايوه ده ايه بقى؟ ده حلو ولا حادق؟ من الحلويات. من الحلويات. حلويات. هذا يشبه هنشوف قطايف. دلوقتي ايوه يشبه قطايف في مصر. هذا مصنوع من الدقيق وسكر وبيض وبالاضافه بالاضافه عليها حليب شوكولاته او ممكن فلفل. جميل. بشكركم طبعا على الاكلات الحلوه دي ونورتونا في مصر جميله، وان شاء الله تبقوا معانا كمان السنه اللي جايه ان شاء الله ونستمتع بيكم اكتر. شكرا جزيلا ليكم. بشكر مره تانية مشاهدينا. الى اللقاء.